ايوا وليدي اش غنقول لك، راه ملي سمعت هاد الشي راه انا تألمت، وراه مبقيتش والله تا كتلف لقيا الهضره ما نعرف ما نقول. ملي سمعتها صافي راه باينه زعما تخدم تشد تعاون راسها وتعاوننا شويه الساعه، عرفت منين تسلطت علينا ديك السي كدا ما كنعرفوها ما والو، ما عندنا مع شي عداوه ما جا من قنت، وحنا من قنت ما كنعرفوها ما والو. خدمت عدا واحد السيد نسيبي كاين تما في مراكش، وهي بنتي قايله لي قالت لي ودي انا باغا نخدم، شوف لقى على شي خدمه. عندي واحد العمل كا ديال العين، هي تقول لي رانا، قالت لي عافاك، قالت لي الوالده غادي دير هذا العمل كا وما عندكش الفلوس. قلت لها ماشي مشكل انا خليني بحالك. قالت لي ولي تبقاي بحالك يا عميه، خصك ديري هذا العمل كا. قالت لي غادي ايه بغات تعاوني، قالت لي والله غادي نمشي نخدم وديريها، راه خاص 7 شهور من شهر واحد وهي خدامه من شهر، وكتعيط بعض المرات على 3 شهور على شهرين، كتقول دوك الكلمه جوج كتقول لي اشنو تقولي، كتجلس حداها كتكون حداها وكتدوري ليها تقول لي داك الشيء بالحرف، تقول لي قولي وقولي، تقول لي قولي داك الشيء اللي قلتو لك، قولي قلتي، تقول لي لا زدتي شي كلمه ولا زدتي شي حاجه هتحقق تعصي هذيك الساعتين صافي. هذاك الشيء اللي باينه، قلت لها بغيتي تخدمي، قالت لي كاكي صافي. هذاك السيد قال لي حيت هو كيفرق السلع على الحوان، هذاك مول الحانوت داز قال لي ودي واحد السيده راه بغات شي بنت تخدم عندها، قال لي هي راه قضيه تحقيق وراجلها كونونير، راه بغاو عا شي بنت اللي تقابل لهم مع ولادهم كيضلوا خدامين. لا في مراكش، ولي راه في مراكش، راه عندها فيلا في مراكش ماشي هنا، حنا عطينا لها في مراكش في مراكش، حيت نسيبي كاين تما في مراكش، واللي داها وانما كيعرفهمش. ملي عرفت انا جاي لك، ملي عرفت سالت عاد جابتها هنا. يو قلت لك اوليدي اه ملي ضربت عرفت راسها صافي، عرفت راسها ما جابتها هنا، واش بغات تقتلها واش بسعتها لهي، حيت هي البنت قالت لك اللي كانت لهي كانت سادة عليك، قالت لي كتعرفي هنا، قلت لي راه كاينه اختي هنا في مراكش، رانا كان نعرف نقدر لا مشيت نمشي على جده ونعرف فين كاينه، واخا بعيده مني ساده عليا. قالت لك الدار كلها كاميرات وساده عليها، كتنعس في الارض وكل شيء، قالت كتشوفني انا بنت لي انا نعسه، واخا نكمل الشغل واخا نبرك، قالت نقول انا صافي غادي نتسارح شويه داك، قالت تجيني، قالت اللي كاينه في داك تضربني بها، قالت ضربتني مقله عندها الشقه في راسها، ضربتها بداك واحد بحال العصا واحد مدلك ولا شنو، ضربتها بها النيف، راجله قالت ضرب بونيق لهذوك السنان، راه راجله اللي ضاربه اللي هو اللي كتقول ليه قسي منير. ايوا قالت كيبغي، قالت كيتعصبوا يتخاف مع بعضياتهم، قالت كيعصوني انا بجوج، قالت كتضربني هو كيضربني، قالت ملي كتضربني هي قالت تقول لي بلاتي تيجي السي منير، صافي لي قال عصاو عيني دين امك تيجي السي منير بحال ما تقول لها حالك، قالت لي تيجي السي منير عاد تشوفي العصا كي دايره. وبنتي راه عندها 27 عام، راه مشيت ملي ما بقاتش كتجاوبنا في التليفون، مشيت بغينا نمشيو عند البوليس وعند داك، وقال واحد السيد من البوليس قال لي البنت شحال عندها، قلت ليها عندها قد القد، قال لي وشوفي، قال لي راه ما عندكش الحق، قال لي باش تمشي ليها للدار هي خدامه، قال لي لصتيها بخير وعلى خير، حيت قال المراه كتقول لنا بخير وعلى خير ونحنا بغينا نشوفوها، قال لي لصتيها بخير وعلى خير، قال لي طي غيديروا في كلافوت، قال لي راه لحقاش ما غاديش الا كان عاجبها الحال تتمشي تقول لي راه حابسينها ولا شنو، تقول لك البنت اللي راه انا عجبني الحال وبغيت نبرك، قال لي صافي وانا نسكت في حالتي كيفاش ما درت والو صافي سكت. ملي كدوي معاها تقول لي راه مرتاحه معايا وراه بحال بنتي ورانا متهلية فيها وراه، كنقول انا بصح والله الا البنت هاتي شو مسكينه كانت هنا مدايره معانا مكرفصه معانا، ها هي مشات صارت الرايحه ديالها والمراه متهلية فيها، قالت لي ندير الحمام نخلص عليها اللي يدوكشي يديروا لي يغسلوا ليها يدوكشوا ليها، يعني كنشتري ليها الحوايج نديتها خسرت عليها 40000 ريال حوايج، قال راه والو راه عريان الحوايج اللي داتهم لي راه ما خلاتهمش ليها قطعتهم ليها ولا حتم كدراء، راه شافوا الناس كيفاش خرجت على الطابل ليا بوحدها حالتي حاله. ايوا هو وليدي ملي شفت الفيديو رانا تألمت، ملي شفت الفيديو قالوا لقى الناس انا ما عنديش كاع التليفون، عندها تليفون صغير، عندي راه تليفون صغير، انا قلت راه صافي راه غايبه خدامه وعند الناس مسؤولين ومخزن راه ما غاديش يديروا شي حاجه خايبه، كون كان قلت على شي واحد ذاك من دون غد تقول هذا راه هذا وعارفين القانون وعارفين ذاك، قلت هذا ملي كاين عندهم انا مرتاحه، قلت هاد الناس راهم مخزن ومسؤولين وما غاديش زعما يديروا فيها شي حاجه خايبه، صافي مرتاحه من جهتها، واخا كندير بعض النوبات حيت الام كتحس، بعد نقول ثاني صافي رانا كنتوهم هاد الشيء ما كاينش، راه الناس عند مسؤولين وهي محققه والسيد كونونير راه غادي نتهلاو فيها دوك تولي لاباس دوك
كون راه ولات حسن ما كانت، كون راه بصح ما تلاتش بغات تجي عندنا، كون راه صافي قلت خليها تبقى تما احسن ليا. يوم اللي جيت وليدي شفتها المره الاولى هنا سطا في الباب ديال السبيطار، انا ما عرفتهاش كاع، كانت تقول لي ما غاتعرفيهاش زعما راه ولات لاباس كاع هذيك، بصح ما عرفتهاش. ملي جيت هنا سطا الوجه تبدل، كلشي تبدل، نيف مهرس، السنان مهرسين، الشق عضه في الراس قالت لك ضارباني مقله، شحال من حاجه دارتها فيها، مهرسه من ليد وليد تا كاع عاطبه منها، وليد وحده مهرسه راه داري لها دوكا الحديد، والله يخلف عليهم الطبه داروا معانا مزيان واستقبلونا وباركين درك في الامان واكرين شاربين، والناس اللي تاهم متعاونين معاها مدقين ومعنويين الله يخلف عليهم كلهم، المغاربه تاثروا كلهم خارج المغرب ودخل داخل المغرب الله يخلف عليهم. وليدي ما درت حتى حاجه، ما عرفت ما شنو دايرين، واقفين مع الناس ما عارفه ندير لا شكايه لا والو، ورا المسؤولين واقفين معاها ما عرفت، انا ما عرفت والو، ما عرفت ما شنو دايرين، ورانا الحق ديال بنتي، راه الحق ديال بنتي ما غاديش ما غاديش نتنازل عليه، واخا ما عرفتش يكون على حقاش ضاعت في صحتها وتهرست في صحتها الاب ديالها ميت الله يرحمه، ما كاينش شكون كان عند الاب ما يطرش ليه هذا الشيء كاع، ما تخرج تخدم بحال هكايا في الديور. ما عاد خو تاع الدعاء واحد واحد كي قلت لك راه في ليبيا حاصل، في ليبيا دار 4 سنين كو حاصل، والخو عاد كاينه واحد قال لي معانا مسكين تا هو ما عندوش لا خدمه لا والو بحال هكا كيدور. ايوا المسلمين والمغاربه راه واخا ما عرفتش شنو نقول لهم، ما غاديش انا نقول لهم هذاك الشيء اللي بغيت نقول لهم، ما اللي قلت لهم يسمحوا لي، راني بعد النوبات كيتلف لي كلشي، الله يجازيهم بخير المغاربه فين ما كانوا، راه داروا معنا مزيان بزاف كاع، وقفوا مع هاد البنت مدقان ومعنا وقان، وكون كنت انا غادي ندير لها هادشي ديال العمل كات وهادشي ما نقدرش عليه، ما عديش ليه الجهد، كون كنت غادي تبقى بنتي معوقه كنشوف فيها قدامي، يبقاو يديها بحال هكاك مهرسين وني فيها مهرس، نبقى كنشوف فيها هي كتألم وانا اكثر منها، انا كنشوف فيها بحال هكاك، وانا تاني نبقى نشوف فيها انا مريضه وهي مريضه كنشوف فيها بحال هكاك، عاد تمشي في حالتها قدامي عاد تضيع من يدي، ما عندي ما غندير ليها لحقاش، ما عديش ليها هذيك السكده، ما غاديش نقد عليها، هي عارفه راسها، هي عارفه راسها واصله، وحنا ناس على قد الحال، ناس دراويش ما عندناش، ايوا تقول لك صافي هادو راه هذاك علاش دارت لي داك الشيء للبنت، تقول لك صافي كاع عاجبينها عندها الفلوس وعندها كلشي، تقول لك صافي ماشي ولا دايره بحال شي حشره، ما دايراش كاع بنادم، ما دايراش بشر، كله خا تكون بهيمه وغادي تحني منها حيوان وغادي تضربيها وتحني منها، ضربتها النيف دمها كيصير في الارض وكتقول لها مسحي مسحي، شنو درتي لقى الفراش، شوفي الفراش شوفي رضيتي لقى مسحي مسحي، البنت كتبكي وكتمسح والدم دايز وكتبكي وكتمسح في الدم، كاع كتعاود لقى ما انا ما شفتش. ايوا وليدي هادشي اللي كاين، والله الا وليدي راه كتمشي لقى الهضره راسي ما بقاش لقى، ما بقيتش كنعس، ما بقيتش مازال ملي جيت هنا هذ يومين شويه حسيت بالراحه وحسيت بالامان ونعست شويه، انا راه ملي كنت راه كنت معلقه واحد التعليقه، راه سبحان الله العظيم وليدي راه ما اليهود ما يديروش المسلمين بحال هكاك، اي وليدي اليهود ما كيديروهاش، اليهود ما يديروش المسلمين، ما يديروش هذاك الشيء اللي دارت ديك السيده في هاد البنت، شنو بغات فيها، ما عجبتهاش تصيفطها لدارهم، ما عجبتهاش ديعت السيد اللي جابها ليها، وشنو بغات فيها، شنو دارت ليها، اشنو عندها الكاميرات في الدار، دارت ليها شي حاجه خايبه، سجلها تقول لهم هاكا تخرجها وتقول لهم شنو دارت ليا وشنو دارت، ما دايره ليها حتى حاجه، عا وحده دايرت لها ديك الحاله، علاش اشنو اشنو بغات فيها، لا لا اشنو، كنحس بالحقره ونحس بواحد الحقره اللي ما كايناش، كنقول سبحان الله العظيم، شوف داك الدرويش مسكين شنو كيطرى ليه، وداك اللي تيماش كيطرى ليه، اللي كي سبحان الله العظيم ربي ياخذ فيها الحق، هادشي اللي نقول ليه الله ياخذ فيها الحق اوليدي الله يرحمه.